تحت شعار حدود ذكية من أجل مبادلات تجارية سلسة وتنقل بدون عوائق للأشخاص والسلع. الاحتفال يعرف التنظيم معرض للتعريف بمهام مديرية الجمارك وعرض شريط فيديو حول النشاطات الجوارية ونشاط الفريق أو الفرق الجمركية للمديرية الجهوية للجمارك ببشار، إلى جانب تقليد الرتب للإطارات وأعوان الجمارك المستفيدين من الترقية وتكريم الفرق الجمركية نظير النتائج المحققة خلال سنة 2018. التغطية كانت لمصطفى دحاوي. شعار حدود ذكية تدخل في إطار يعني سلاس يعني لانو كريم نتاع سمارت اللي هو سيكوريزي لي فرونتيير، يعني تأمين الحدود، اوتوماتيزي لي بروسيدي الإجراءات الجمركية، وفي أيضا لانتيغراسيون نتاع ديفلوبي لا بيرفورمانس. نشكر المديرية العامة للجمارك وخاصة السيد المدير العام للجمارك على هذا التكريم الذي استفدنا منه في هذا اليوم، وهذا عندنا على شيء فإنما يدل على أننا نقوم بواجبنا على أكمل وجه وعلى الصورة المنوطة بنا. شعور يعني لا يوصف، يعني بهذا التقليد هذه الرتبة، ويعني وإني أثق في هذه الإدارة، يعني كل الثقة اللي قلتني الرتبة هذه، وأشكر كل المسؤولين، المدير العام والمدير الجهوي.